حسنا، الملف الجديد القديم يسبب صداعا في الرأس الأوروبية، هو ملف الهجرة ومحاولة وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانا ووقف ما سماه أو ما أسماه بعدم الالتزام باتفاقيات تم توقيعها، وهي تقتضي من خلالها أن تحصل الدولة أو توافق الدولة التي يلجأ إليها المهاجرين، الدولة الأولى التي يلجأ إليها المهاجرين بالسماح لهؤلاء اللاجئين لأسباب إنسانية، ثم تقاسم الأعداد مرة أخرى مع دول الأوروبية. والحقيقة كانت فرنسا وألمانيا من الدول أو من أكثر الدول التي توافق على استقبال بعض من المهاجرين هنا وهناك. الرسالة كانت واضحة بأن فرنسا لن تستقبل مرة أخرى ما حدث مع سفينة أوشن فينج في ميناء طولون، لن يحدث مرة أخرى. وهي ذكرت هي محاولة لتسكير أوروبا، إيطاليا عفوا، واليونان وقبرص وغيرها من الدول التي ترفض الآن استقبال هؤلاء المهاجرين. المشكلة أن في العام الماضي تضاعف أعداد في هذا العام عفوا تضاعف أعداد الهجرة سواء من جنوب المتوسط أو حتى الجديد في الأمر من دول البلقان. هناك هجرة كبيرة جدا إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دعا وزراء الداخلية بالاتفاق على دعم دول المصدر زي دول الجنوب المتوسط، وأيضا إعطاء بعض من الأموال لهذه الدول ومساعدتها على منع الهجرة غير الشرعية والعمل في مجال الاستثمار لمنع انضمام الشباب إلى الهجرة غير الشرعية وإلى شبكات الإرهابية وأيضا إلى شبكات التهريب الدولية. ولهذا أيضا كان هذا اللقاء هو لقاء مهم جدا في محاولة رص الصفوف مرة أخرى ومحاولة عدم الوقوع في الخلافات الأوروبية التي الحقيقة يعني أصبحت الآن تدق ناقوس الخطر بعد تولي ميلوني وهي حزب أقصى اليمين. هناك أيضا محاولة من الحكومة الفرنسية بعدم الدخول في صراع مع إيطاليا، وبصفة خاصة أن الجميع في مركب واحد وأن القارة الأوروبية أمامها الكثير من التحديات. نعم. أحد أهم هذه التحديات هي الهجرة غير الشرعية والإرهاب وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عنها مشاكل وأزمات اجتماعية في الداخل الأوروبي. لكن هناك خطة عمل كان الاتحاد الأوروبي قد تحدث عنها خالد، ويحاول من خلالها أن يخفف التوترات ليس فقط ما بين باريس وروما لكن أيضا للدول الأوروبية عموما. وأنت تحدثت منذ قليل على أن اليمين المتطرف أصبح له دور كبير في محاولة منع الهجرة غير الشرعية أو وجود اللاجئين، هذا يظهر بصورة واضحة في ألمانيا، فرنسا، في إيطاليا. لكن يعني حتى أن الاتحاد الأوروبي عرض مسألة الإنقاذ والبحث أيضا من ضمن خطة العمل. ماذا عن خطة العمل وكيف يمكن أن تنفذ أيضا في الدول الأوروبية؟ الحقيقة هذه نقطة هامة جدا حساني، تحدث عنها أيضا وزراء الخارجية الأوروبيين عفوا، وهم تحدثوا عن الهجرة الشرعية بمعنى زيادة التعاقد مع بعض من الدول والشباب والعمل في مجالات معينة مثلا بتنقصها في ألمانيا أو في فرنسا، يمكن اللجوء بتوفير التأشيرات أو التعاقدات مع بعض من هذه الدول، وذلك في محاولة لتضييع الفرصة على شبكات التهريب مرة أخرى. مشكلة الهجرة ليست صداعا في داخل كل دولة، مثلا في فرنسا، ألمانيا، عندما نتحدث عن ألمانيا هي الدولة الأكثر انفتاحا ناحية الهجرة والمهاجرين. الحقيقة الأحزاب اليمينية المتطرفة، أنا أفضل لقب يعني حزب اليمين أو أقصى اليمين والأحزاب اليمينية، هي بالفعل بتهدد يعني الحكومة الفرنسية الحالية باتخاذ مواقف منها مطالبة بحل البرلمان والدخول إلى مرة أخرى إلى انتخابات للجمعية الوطنية الفرنسية. وفي الجانب الآخر نجد أحزاب اليسارية، حزب ميلانشون فرنسا الأبية والحزب الشيوعي، الجميع مع الجمعيات الإنسانية بتؤكد على أهمية يعني تحسين أوضاع من لا يملكون وثائق أو أوراق للإقامة. ولهذا كانت الحكومة الفرنسية الحقيقة اتخذت موقفا أو اقتراحا من قبل وزير الداخلية في هذا الاتجاه، ألا وهو محاولة تحسين أوضاع
الهجرة غير النظامية في فرنسا وتوفير العمل في مجالات فرنسا بحاجة إليها، منها مجالات الفنادق والمطاعم وأيضا البناء والتشييد والمستشفيات والأمن والسائقين. كل هذه يعني هذه المهن هي فرنسا بحاجة إليها، بالرغم من أن فرنسا فيها كثير من مشاكل البطالة، إلا أن هذا الأمر يبدو ليس فرنسيا ولكن أوروبيا، ولهذا اتفق الجميع على أهمية إيجاد حل مشترك لتفادي أصداء هذه الأزمة.